دارت في سوريا عجلة الدعاية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 من شهر يونيو المقبل. 3 مرشحين من بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد سيخوضون السباق، لكن أنصار الأسد يرون أن إعادة انتخابه سيشكل حبل إنقاذ للبلاد من مخططات التقسيم على حد قولهم. سوى هو اسم الحملة التي أطلقها مؤيد الأسد، حيث تحمل رسائل منها أن وحدة سوريا تأتي من وحدة طوائفها وتياراتها السياسية بعد 3 سنوات من إراقة الدماء. حق ديمقراطي لأي شعب، لأي مواطن سوري يعني يترشح، حق ديمقراطي، فكرة مؤيدة جدا، ستتحقق ديمقراطية بلدنا. احنا بدنا رئيسنا يكون يعني لا غير متهاون لأي قضية كانت، يعني ما غير يعني لا يتنازل لأي شيء. لكن ومع استمرار القتال بين الجيش والمعارضة المسلحة، فإن سوريا ليست على قلب رجل واحد. فعلى موقع اليوتيوب أطلقت حملة وطي صوتك التي تأتي في الاتجاه المضاد لدعاية مؤيد الرئيس الحالي، دعاية تدعو الناخبين للمقاطعة. 3 مرشحين على الساحة السياسية في السباق الرئاسي الذي يرى كثيرون أنه محسوم سلفاً لصالح بشار الأسد، الأمر الذي يجعل الدعاية الانتخابية مجرد إجراء روتيني حتى الوصول إلى صناديق الاقتراع، بينما لا يزال صوت الرصاص يدوي في جنبات سوريا.